أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية من برنامجكم أقرأ وأتعلم. في الحلقة السابقة كان عندنا موعد مع موضوع التكافل والتضامن وأهميته في تمثيل العلاقة بين أفراد المجتمع. وفي حصة اليوم بإذن الله اللي هي حصة التعبير والتواصل غادي نناقشوا الموضوع وتغنيوه بآرائكم وأفكاركم ونخرجوا منه بخلاصات والتزامات. الآن غادي نقرأوا النص باش نتذكروا المضامين ديالو. إذا نقرأ النص قراءة أولى وفي القراءة الثانية ترددوا من بعدي. التكافل والتضامن. التكافل والتضامن من أهم الأسس والقيم الأخلاقية الرفيعة التي يقوم عليها مجتمعنا، وتتجلى في التعاون والتآزر بين الأفراد والجماعات تقوية للعلاقات الاجتماعية بينهم. نعاود أقرأ من بعدي. التكافل والتضامن. التكافل والتضامن. التكافل والتضامن. التكافل والتضامن من أهم الأسس. من أهم الأسس. من أهم الأسس. من أهم الأسس. والقيم الأخلاقية الرفيعة. والقيم الأخلاقية الرفيعة. التي يقوم عليها مجتمعنا. التي يقوم عليها مجتمعنا. وتتجلى في التعاون والتآزر. وتتجلى في التعاون والتآزر. بين الأفراد والجماعات. بين الأفراد والجماعات. تقوية للعلاقات الاجتماعية بينهم. تقوية للعلاقات الاجتماعية بينهم. نعود هذا الجزء. تقوية للعلاقات الاجتماعية بينهم. تقوية للعلاقات الاجتماعية بينهم. الاجتماعية بينهم. جيد، تبارك الله عليكم. إذا من خلال النص ومن خلال تعلماتنا ومكتسباتنا في الحلقة السابقة ومن خلال معارفكم كذلك ومكتسباتكم غادي نناقشوا مضمون النص من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة. إذا السؤال الأول غادي نطرح عليكم، ما هي مظاهر التضامن في محيطك؟ بمعنى فين كيتجلى وفين كيبان التضامن في المحيط ديالكم، في المحيط اللي كتعيشوا فيه. إذا نشوفوا الإجابة على هذا السؤال الأول مع سلمى. تفضلي سلمى. كيبان التضامن في المحيط ديالي، في المعاونات الجيران بيناتهم، في الأفراح وفي الحزن، كل كيساهم ويعاون. جيد، تبارك الله عليك سلمى. إذن هذا مظهر من مظاهر التعاون والتآزر ما بين أفراد المجتمع. كيف كنلاحظوا ملي كيكون شي مناسبة الكل كيوقف وكيساعد وكيعاون، وهذا كيف ما قلنا مظهر من مظاهر التعاون اللي خصها تكون دائما حاضرة بيناتنا. إذا نشوفوا جواب آخر أو إضافة أخرى مع خالد. تفضل خالد، فين كيبان التعاون والتآزر في المحيط ديالك؟ كيبان لي في المساعدة للفقراء، بحال شراء الأضاحي اللي ما عندوش وشراء الملابس والأدوات المدرسية للأطفال، وكيبان لي الفقراء واليتامى، وكيبان لي ملي تنساعدوا المريض تنوقفوا معاه حتى تدوز الأزمة ديالو. جيد، تبارك الله عليك. هذه كلها مظاهر من مظاهر التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع كيف ما قال خالد في المحيط ديالنا. إذا التعاون كيف ما قلنا هو قيمة إنسانية نبيلة اللي خصنا دائما نتشبثوا بها، وهذه الأفكار اللي قلتوا غادي نلخصوها في الجمل اللي غادي تظهر على الشاشة. إذا نقرأ ورددوا من بعدي. من مظاهر التكافل والتضامن. من مظاهر التكافل والتضامن. مساندة الفئات المستضعفة. مساندة الفئات المستضعفة. مثل الفقراء والمحتاجين. مثل الفقراء والمحتاجين. وذوي الاحتياجات الخاصة. وذوي الاحتياجات الخاصة. الدعم المادي والنفسي. الدعم المادي والنفسي. الذي يقدمه الأفراد لبعضهم البعض. الذي يقدمه الأفراد لبعضهم البعض. في الأفراح والأتراح.
في الأفراح والأقراح. تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان. تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان. شعوريا على الأقل. شعوريا على الأقل. عند عجزه. عند عجزه. عن تقديم المساعدة المادية له. عن تقديم المساعدة المادية له. جيد، إذا كنفهموا من هذه الجمل أن من مظاهر التكافل والتضامن في المحيط ديالنا ومساعدة الفئات المستضعفة كيفما تفضلتوا قبل قليل. إذا كنساعدوا الفقراء، كنساعدوا المحتاجين كيفما تفضل خالد. كيبان من خلال شراء أضاحي العيد ملي كيكون مثلا بيناتنا واحد الجار فقير، واحد الأسرة فقيرة ما استطاعتش أنها تشري أضحية العيد، كينوضوا الناس كيتكاتفوا كيتضامنوا وكيشريوا الأضحية العيد. كيبان كذلك في الدخول المدرسي فاش كتكون شي أسرة فقيرة فيها مجموعة من الأطفال اللي خصهم يدخلوا المدرسة كيوفروا لهم اللوازم المدرسية إلى غير ذلك. هذه كلها قيم نبيلة وإنسانية اللي خصها تكون دائما حاضرة بيناتنا. كيبان كذلك حتى من خلال تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان. بعض المرات ما كيكونش عندنا باش نساعده، ولكن على الأقل لو وقفتي مع ذاك الشخص وواسيتيه ورفعتي له من المعنويات دياله وكنتي في جنبه في هذيك الأزمة، حتى هذه راها مساعدة ومساعدة مهمة كذلك. إذن تبارك الله عليكم. الآن غادي نمروا لسؤال ثاني. السؤال الثاني هو شنو هي بعض المؤسسات اللي كتسهر على تحقيق التضامن؟ إلا سمعتوا ولا كتعرفوا بعض المؤسسات اللي كتسهر على تحقيق التضامن والتكافل في المجتمع. إذن نشوفوا الجواب مع إلياس. تفضل إلياس. كاين بحال دور الأطفال والمحتاجين والأيتام، وكاين دور الطلبة والطالبات. جيد تبارك الله عليك. إذن هذه نماذج من المؤسسات اللي كتسهر على تحقيق التضامن في المجتمع. نشوفوا اللي عنده إضافة. نشوفوا مع فاطمة. تفضلي فاطمة. كاين دار العزازة والمسنين ومركز المعاقين. جيد تبارك الله عليك فاطمة. هذه نماذج من المؤسسات اللي كتسهر على تحقيق التضامن في المجتمع. ونشوفوا الأفكار اللي قلتوا نلخصوها في هذه العبارات. بعض المؤسسات التي تسهر على تحقيق التضامن. غادي ترددوا من بعدي. بعض المؤسسات. بعض المؤسسات التي تسهر. التي تسهر على تحقيق التضامن. على تحقيق التضامن. دور الأيتام. دور الأيتام. دور الطلبة والطالبات. دور الطلبة والطالبات. دور العجزة والمسنين. دور العجزة والمسنين. مؤسسات الأشخاص. مؤسسات الأشخاص. في وضعية إعاقة. في وضعية إعاقة. جيد تبارك الله عليكم. الآن غادي ننتقلوا لسؤال ثالث، وهو ما هي بعض الخدمات اللي كتقدمها هذه المؤسسات؟ إن هذه المؤسسات كتقدم مجموعة من الخدمات، ما هي بعض هذه الخدمات؟ إذا نشوفوا الجواب مع سناء. تفضلي سناء. كتساعد وكتعاون هاد الناس. جيد تبارك الله عليك سناء. هاد المؤسسات كتقدم المساعدة والعون لهاد الناس كيفما تفضلتي، كتساعدهم وتعاونهم. شكون اللي عنده إضافة أخرى؟ نشوفوا مع مالكة هاد المرة. تفضلي مالكة. كتساعد الفقراء والمحتاجين وكتعتني بالناس الكبار في السن. جيد. إذا من الخدمات اللي كتقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية أنها كتقدم الإيواء وكتقدم المأكل والمشرب والتطبيب لهاد الناس، كل فئة حسب احتياجاتها. إذا شكون عنده إضافة أخرى؟ نشوفوا خالد. تفضل خالد. كتساعد الطلبة والطالبات اللي ديرهم بعاد على المدارس أو اللي ظروفهم صعيبة، كتوفر لهم السكن وجميع المستلزمات باش يقراو. جيد تبارك الله عليكم. هذه كلها أفكار صحيحة وجيدة. تبارك الله عليكم. غنيتوا الموضوع بآرائكم وأفكاركم. إذا كيف ما قلتوا كاين الناس اللي كبار في السن وما عندهمش اللي يقابلهم، وكاين أيتام اللي ما عندهمش اللي يرعاهم، وكاين وليدات وبنيات صغار باغيين يكملوا قرايتهم ولكن المدرسة بعيدة عليهم، وكاين متشردين اللي ما عندهمش مكان اللي يقويهم. وكل فئة من هذه الفئات كتحتاج لواحد النوع من المساعدة، ولهذا في هذه المراكز المخصصة لتقديم العون لهذ الناس كتقدم المساعدة لهذه الفئات، كل فئة على حسب الاحتياج ديالها. إذا تبارك الله عليكم. نلخصوا هذه الأفكار كلها اللي جبتوا في هذه الأفكار اللي غادي تظهر على
الشاشة ونقراوها. إذا من الخدمات التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية توفير الإيواء والمأكل والعلاج والتمدرس للفئات في وضعية صعبة أو وضعية احتياج. نعود نقرأ الفكرة مع الترديد ديالكم. من الخدمات التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية توفير الإيواء والمأكل والعلاج والتمدرس للفئات في وضعية صعبة أو وضعية احتياج إذن تبارك الله عليكم. وقيم التضامن والتكافل هي من القيم الإنسانية والرفيعة اللي خصها دائما تبقى حاضرة بيناتنا سواء كأفراد أو كمؤسسات. إذن بهذا إخواني أخواتي نكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. قبل ما نودعكم تنطلب منكم تعودوا تشاهدوا الحلقة باش تثبتوا وتدعموا تعلماتكم. إذن نخليكم الآن مع مادة التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في حلقة جديدة من مادة التربية الإسلامية. وكنذكركم بأنني كنت طلبت منكم في نهاية الحلقة السابقة التدرب على ترتيل الآيات الخمسة الأولين من سورة الزلزلة. وغادي نطلب من إلياس باش يقرأ لنا هذه الآيات البينات من سورة الزلزلة. تفضل إلياس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تبارك الله عليك، قراءة متميزة إلياس. والآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة غادي نردد الآيات البينات الأولين من سورة الزلزلة باش تعلموا تقرأوهم قراءة سليمة ويسهل عليكم تحفظوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. تفضل خالد. إذا زلزلت الأرض. قرأ البسملة خالد. من الأول. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. تفضلي خديجة. وأخرجت الأرض أثقالها. مزيان. وقال الإنسان ما لها. تفضلي سلمى. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. سناء. يومئذ تحدث أخبارها. انتبهي سناء. يومئذ تحدث أخبارها. مزيان. بأن ربك أوحى لها. زهرة. بأن ربك أوحى لها. جيد. الآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما قرينا كاملين هذا الجزء من سورة الزلزلة غادي نتعرفوا على شرح الكلمات والعبارات. وغادي نبدأ بالآية الأولى. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها.
إذا زلزلت الأرض زلزالها. شنو المعنى ديال إذا زلزلت الأرض؟ سلمى ممكن تقول لنا شنو المعنى ديال إذا زلزلت الأرض؟ إذا تحركت من مكانها. حسن، مزيان. يعني المعنى ديالها إذا تحركت الأرض تحريكا قويا ومتكررا. يقول الله تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها. شنو المعنى ديال وأخرجت الأرض أثقالها؟ يعني الأرض خرجت كل حاجة كاينة فيها. ثم يقول الحق سبحانه وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ما معنى تحدث أخبارها؟ خالد ممكن تقول لنا شنو المعنى ديال تحدث أخبارها؟ تتخبر باللي وقع فوقها. تبارك الله عليك، فعلا الأرض تتخبر باللي وقع في فوق منها وتتحدث بدك الشيء اللي عملوا الناس على ظهرها. بأن ربك أوحى لها. شنو المعنى ديال أوحى لها؟ معناها أن الله تعالى أمرها. إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، من بعد ما شفنا الشرح ديال هذه الكلمات غادي نعاود نقراوهم واللي غادي يبانوا الآن على الشاشة. إذا زلزلت الأرض، إذا حركت، إذا حركت الأرض تحريكا شديدا ومتكررا، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت كنوزها وموتاها، أوحى لها، الكلمة الأخيرة المعنى ديالها أمرها. والآن أنا غادي نقرأ ونطلب منكم باش ترددوا من بعدي. إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت الأرض، إذا حركت الأرض، إذا حركت الأرض تحريكا شديدا ومتكررا، تحريكا شديدا ومتكررا، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت كنوزها وموتاها، أخرجت كنوزها وموتاها. مزيان. أوحى لها، أوحى لها، أمرها، أمرها. تبارك الله عليكم. ودابا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غادي نمروا للتدرب على كتابة وقراءة جوج كلمات من هذه الآيات البينات، وغادي تشوفوا على الشاشة الكلمة الأولى، الكلمة الأولى أخرجت، أخرجت. غادي نسول خديجة أشنو هما الحروف خديجة اللي قريتوا في مادة القراءة والكتابة واللي كاينين في هذه الكلمة هذه؟ الحرف الألف المهموز. مزيان. حرف الخاء. نعم. والحرف الراء. وحرف الجيم. وحرف التاء. تبارك الله عليك، إذا قريتوا جميع الحروف اللي كاينين في هذه الكلمة هذه. دابا غادي تنتبهوا معايا كيفاش كتكتب أخرجت، أخرجت. إذا كنتمنى كذلك من السادة المشاهدين والمشاهدات باش يتبعوا معنا الطريقة ديال كتابة هاد الكلمة هذه أخرجت، وغادي نطلب منكم باش تكتبوها على الألواح. اللي انتهى ممكن يورينا الكتابة ديالو. جيد، مزيان. سناء، خالد، تبارك الله عليك، إلياس، سلمى، مزيان زهرة. إذا جيد، إذا أخرجت. عندنا الكلمة الثانية أوحى، أوحى. لاحظوا، لاحظوا ويلاحظوا معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات، هذه الكلمة كذلك كتبدا بحرف الألف المهموز. لاحظوا كيفاش كتكتب أوحى، مرة أخرى أوحى. هنطلب منكم كذلك ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش يكتبوها على الألواح.
إذن رفعوا الألواح ديالكم اللي انتهى زيان خديجة سلمى خالد إذن الواو مازال خصو يهبط شوية لتحت مزيان إذن جيد تبارك الله عليكم إذن غنقراو الكلمتين معا أخرجت تفضلوا أخرجت مرة أخرى أخرجت أوحى أوحى مرة أخرى أوحى جيد إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين كنطلب منكم باش تزيدوا تدربوا على كتابة وقراءة كلمة أخرجت وأوحى اللي غادي تلقاوهم في الكتاب المقرر قبل ما ننهيو الحلقة ديال اليوم سنطلب منكم ترتلوا الخمسة ديال الآيات الأولين من سورة الزلزلة وكنطلب منكم كذلك تراجعوا الكلمات والعبارات اللي شرحنا واللي غادي توجدوهم في كتابكم التعليمي باش يسهل علينا في الحلقة المقبلة إن شاء الله نفهموا المعاني وصلنا لنهاية الحصة بقوا مع مادة الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب. إذن في الحلقة الفايتة كنا تعرفنا على الساعة الإلكترونية في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غندربوا على القراءة ديالها. إذن تابعوا معي على الشاشة ونطلب من إلياس يقول لنا شكون هو الرقم اللي كيمثلنا ساعات. نعم إلياس هو الرقم اللي على اليسار. فعلا هو اللي على اليسار واللي هو شحال؟ ثلاثة. جيد إلياس فعلا هو اللي على اليسار واللي هو ثلاثة. وشكون هو الرقم اللي كيمثلنا الدقائق إلياس؟ هو اللي على اليمين. واللي على اليمين جيد واللي هو عندنا فيه 15 دقيقة. ودائما كما قلنا في الحلقة الفايتة ملي كنبغيو نقراو الساعة الإلكترونية كنبداو من اليسار وعاد كنعاودو نقراو على جهة اليمين. إذا كنقراو هنا الثالثة وخمسة عشر دقيقة أو لا الثالثة والربع صباحا. إذا عاودوا ردوا من بعدي الثالثة والربع صباحا. جيد ولكن خصكم تنتبهوا بأن رقم الساعات في الساعة الإلكترونية كيختلف ما بين الصباح والمساء. يعني الفترة الصباحية هي كتبدأ من 12 ديال الليل حتى 12 ديال الصباح، والفترة المسائية كتبدأ من 12 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل. وفي هذا المثال هذا اللي قرينا واللي هو التوقيت ديال الصباح قلنا الثالثة والربع صباحا، ولكن إذا بغينا نحولوا هذا التوقيت هذا من الصباح إلى التوقيت ديال المساء، إذا كنضيفوا إلى العدد ديال الساعات رقم أعتذر العدد 12، يعني غنضيفوا العدد 12 رقم 3. ونطلب من سلمى تقول لي شحال غاي صباح. نعم سلمى ثالثة 15. فعلا سلمى وكنحطوها على جهة اليسار كما كتب لكم على الشاشة. أما بالنسبة للدقائق اللي هما عندنا على اليمين فهما كيبقاو هما النيت، ولأن عندنا هاد التوقيت هذا يعني الثالثة والربع ديال العشية فكنقراوها الثالثة والربع بعد الزوال. إذا عاودوا ردوا من بعدي الثالثة والربع بعد الزوال. الثالثة والربع بعد الزوال. جيد الآن تقلوا إلى مثال آخر ونطلب من سلمى هنا تحاول تقرأنا هذا التوقيت هذا. تفضل سلمى. الخامسة والنصف. فعلا الخامسة والنصف، ولكن هذا التوقيت هذا اللي عندنا هنا واش هو التوقيت ديال الصباح أم ديال المساء؟ نطلبوا من خالد يجاوبنا. نعم خالد ديال الصباح. فعلا خالد إذا هو التوقيت ديال الصباح، وكما دائما يعني كنقراو من اليسار وعاد كنرجعوا إلى اليمين وكنقولوا الساعة تشير إلى الخامسة والنصف صباحا. إذا عاودوا ردوا من بعدي الخامسة والنصف صباحا. الخامسة والنصف صباحا. إلياس وإذا بغينا نحولوا هذا التوقيت هذا من التوقيت ديال الصباح إلى التوقيت ديال المساء شنو خصنا نديروا؟ نضيفوا 12 للخمسة. فعلا إذا خذوا الألواح ديالكم وحاولوا تضيفوا العدد 12 للخمسة وتعطيونا شحال كيساوي. يعني غنديروا 12 ونزيدوا عليها 5.
رفعوا الألواح ديالكم. جيد جيد جيد. إذا شحال خرج لك فاطمة؟ 17 فعلا. وكان كتبوه كما دائما على جهة اليسار، يعني في المكان ديال الساعات. أما بالنسبة للدقائق فهي كتبقى نيت. وحتى في القراية كنعاودو نقراو من جهة اليسار وعاد اليمين. إذا الساعة تشير إلى الخامسة والنصف مساء. إذا عاودوا ردوا من بعدي. الخامسة والنصف مساء. الخامسة والنصف مساء. جيد. الآن مروا إلى مثال آخر ونطلب من سناء تقرأنا التوقيت هذا. نعم سناء. 12 فعلا. هي 12 ديال واش النهار ولا ديال الليل؟ ديال النهار. ديال النهار فعلا. الساعة كما قلنا كنبداو من اليسار وعاد الدقائق على اليمين. إذا الساعة تشير إلى 12 زوالا. إذا ردوا من بعدي. 12 زوالا. 12 زوالا. أما من كنحولوها للتوقيت ديال المساء فكنعبروا عليها بجوج ديال الأصفار وكنوضعوهم على جهة اليسار، والدقائق كما قلنا دائما كيبقاو هما اللي على اليمين. وكنقراو الساعة تشير إلى 12 ليلا. إذا عاودوا ردوا من بعدي. 12 ليلا. 12 ليلا. جيد. والآن طلبوا من إلياس يقرأ لنا التوقيت الأول. تفضل إلياس. الخامسة والنصف صباحا. جيد إلياس. ونطلبوا من خالد يقرأ لنا التوقيت الموالي. تفضل خالد. الثالثة والربع بعد الزوال. جيد. والتوقيت الأخير تفضل سلمى اقرأ لنا. الثانية وعشرة ليلا. جيد. بهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين تكون حلقتنا ديال اليوم وصلت النهاية ديالها. كنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا مضمون هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو بواسطة الرابطة الإلكترونية اللي كيظهروا أمامكم على الشاشة. ولكن قبل من نودعكم كنخبركم أن الحلقة المقبلة إن شاء الله هي غتكون خاصة النشاط الموازي في موضوع التضامن. إذا حاولوا تبحثوا في هذا الموضوع وجمعوا عليه بعض الأفكار. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.